عموما انا بكتب اخوي عبد الله النحاس اخوي سعودي يقول ما يصير مستضيف نواف الخالدي وكله يطعن في حراس الاهلي. الاهلي؟ إيه؟ لا والله ابد حشا ما طعنت فيهم. من يقول انا طعنت فيهم؟ والله اخونا داز بالخاص انا ما احب انشر الرسائل اللي توصلنا على الخاص. يا جماعه ارجوكم ارجوكم يعني. عندنا والله مشكله الحين. هذه كانت يقولون واحد يسمع لا تغلبوا الصلاه واحد ما يدرون. عطني وين طعنت؟ طيب ما طعنت يا جماعه قاعد اقول لكم أوكي. صدق الموقف هو ما يدري ترى ما يدري سمع كلمه وراح قلت يا جماعه محمد العويس حارس مرمى نادي الاهلي لا يمكن ان تقارن في محمد دعيه ما يصير انت قاعد تقارن انت تقول لي هذا ظل محمد دعيه محمد دعيه في تاريخه وفي نجوميته في انجازاته في بطولاته في ارغامه العويس ما لعب 3 مباريات منتخب زين تقول لي افضل منه انا مو افضل منه قال لي انت تطعن زين منو احسن محمد دعيه ولا احمد طرابلسي دعيه طيب دعيه يعني دعيه شوف مع احترامي حق قاره اسيا كلها في حراسه الدعيه في كفه والحراس في كفه اوكي ابو عمر شنو انت بتشكره بس اشكر بعد زعل هذا الشيء يا جماعه بعد ولا شنو رجالات القادسيه لا يزعل طبعا يزعل بعد طبعا رايي زين حارس مرمى هذا رايي محمد دعيه احسن من محمد طرابلسي احسن من كل حراس لا 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 يبقى رايه رايي لا لا عزيز رايه اوكي هو حارس لا لا دقيقه عزيز انا حارس مرمى ولا انت عزيز عزيز انا لاعب 17 مره دوليه انا اشوف واعرف وافهم لاعب 17 مره دوليه انا اشوف واعرف وافهم عزيز اكثر حارس مرمى بتلعب مره دوليه يعني 17 رايك صح مو شرط لا يعني انا يعني عزيز تعلمني بعد بحراس مرمى بعد اي شنو المشكله يعني انا اشوف واعرف محمد عيد ميزات احترامي مدربي كابتني وهذا لكن يا جماعه احسن يعني افضل في لكن هذا ما يعني انه مو زين مو تقليل الكابتن احمد طرابلسي يا اخي في مشكله اوكي والله العظيم في مشكله تمدح نواف يعني ذمت عبيد ما يصير مو ذم ما يصير يا جماعه ما يصير تقول احمد طرابلسي محمد اي احسن يعني عشان مثلا يعني الكويت وكذا وهذا مثلا لا يا يبا شك ما له شغله اهلنا واخواننا وعلى راسنا اتكلم عن مستوى حراس داخل المرمى شلون بصدقك تقول لك الدعيه فارق يعني على الجميع انت شو تقول انت شو الدعيه تولع المباراه هذه انا بالنسبه لي بس بالنسبه لي كاحسن حارس المرحوم سمير سعيد لا انا بتكلم بعد الاثنين رايه بين الاثنين محترم وكلاهما حارس مرمى كبير لا طرابلسي انت شو تقول راينا انا اشوف الدعيه دعيه طيب